سلام بنات، صباح الخير لكم. السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. فوالا بنات، هاد النهار الزوج العيد، راه الصباح راه مبكره. راح نجيب الكبش تاع البوشي، البارح قطعها لنا خير، هو كاع عارفين البوشي قطعت بيان. هيا انا رايحين نضرب ان شاء الله. تذكروا بنات، هذه هي، بقوا معايا وان شاء الله هاد الفيديو يعجبكم. فوالا بنات، نسقوا في الصباح، نسقوا في لي بلونت كما كتشوفوا بنات. فوالا الحر عندنا شباب، راه الصباح بنات 8 تاع الصباح. دوك راح نجيب الكبش، كنت البارح البوشي قطعه لنا، نشفى عنده ولا غادي يقطعه. نعناع قطع نعناع، وي قطع نعناع، وروح بالمجاعي. ناوي شوفوا نعناع، ناوي هذا اللي غصنا انا. انا بغيت يحكم لي كاع، شوفوا تيزانا حكمت الكرمة. بون الكرمة هادي عندها قرن زمارة، رجعت تنوض. ها ولا بنات، كيما قلت لكم راح عند البوشي، خاش غادي يقط، هو اللي قطع لي اللحم، راح نجيبها دروك. شوفوا بنات التزانة، واحد الريحة فيها غادي تعب بنات. شفتها مع هاد الكرمة، هاد الكرمة مبقاش قاع تنوض والو، هاي من 2012 تأمنوا. شوفوا هادي الحرة، والله من 2012 مبقاش تنوض. واه راهي دايرة حبات، بدات دير بصح عندك بطاط باش بطاط باش تدير تكبر. 12 2012 راه في 10 سنين. ها قردوها لنا دو فوا، واه بزوز بزوز قردوها دو فوا عبيها، بصح صافا صافا. ها عندكم الحره، هاي تبد، الله يبارك. معليش الغوز دي من الحمى كي ولا مسكين، دوك ينوضوا له حل الطاقه سهله. ها البرد الغنيه الكرمه تسقيها تاني؟ ما تبغيش الماء لا؟ مره هاي غادي نشوف لوغوزين نقري في عليها الغوز اللي عندها تحمر. شتي لي غوز اللي عندها؟ مش لا، شتي الغوز اللي عندها الاحمر؟ بصح هي ما يموتولهاش ولا كيف؟ حنا يموتولنا بالخف. باسكو الماء تزديها. اه وي زعما على هذا؟ ياك عندنا هنايا هذا هنا غوزي وليها البنات. روحوا هنايا، هنا عندي بيض دي فلوغ بويدين وسفرين. لا هذا جاسما، هذا ها هذا جاسما، واه مسك الليل، واه مش عارفه جاسما ريحة شابة في هذا. هنايا عندي غوز، هنايا ماشي بالي غوزي جون و جون و بلونش دي فلوغ بلونش وجون. فوالا هاد الاخر كنا خدمناه رشيد، هذا كراسنا فيه الورد. ها هذا الحاسي زعما، هو الحاسي واه صاي صاي تقطلها شنو الغوصي، هو مي با هذا. ايوا شوفوا النخلة، شوف دير التبر وكاع. احنا عندنا النخلة هنا، هو كي احنا عندنا النخلة. شوف الجوال ما عندهمش، صبغي صبغي ها طبخ يلا. هيا صاي روح، هيا قاد سنة ميساج دروك. هيا بسم الله. المقلين دي ايه ورا هنا ولا مرة جاي؟ شنو المقلين تاعك؟ المقلين ورا شتاش؟ هيا هيا على بنات، هنايا رانا رايحين بنات ماشي بعيد بزاف علينا. على ما الصباح كنت بكر هكا وتا على الموطو شو؟ اه موطو والله على ما الصباح البنات كي بكر. العشاق الهارلي دافيد تاني، هارلي تاني تبقى مليح بنات. المهم ديمونش من بكره غاية، هاي الدنيا نوضتني البنات، الدنيا بس كاع مريضة، عندها كلكو جوغ عندها ليستوما تدور فيها. والله العظيم كنا في السبيطار هادي شحال، قول عندها تخوض قبل عيد بيومين ولا ميم با ياك، هو مش عارفة داولها سكانر داولها ليزاناليز لا ما عندك والو، بصح غي تحكمها وجعها في الكش ما فهمتش والله ما فهمنا. مش عارفة، والصباح نوضتني سيت أو موان كار، ماما جمال ماما جمال، شربي هادي لا شربي هادي لا، قلت كدوة ما نشربش. هيا راه بعد فات عليها شوية، راهي مسكينة راهي كتهضر كلها مش فاهمة مالها. قالوا لي دير لها الرمان، لا الرمان، شوف تاع الرمان غليهم لها كوميتيزان و تشربهم.
داخل عند ما عنديش الرمان انايا، داخل الشي عند هذاك عزوز مغربي هذاك عنده حشايش. ايوا مش عارفه مالها والله، تكون شوف بنتي احنا ناس بالسارس تاع الكاست كلها. ابري قلت لك ديبو شوم على الميدسان الماضي. ابري هي البارح ولا قلنا ما تبقاش تاكلي بزاف وما كلاش بزاف صح، غيرك شويه كنت غير حط حبات تاع ملفوف وفوالا. ايوا هي ضروا هذاك الملفوف خيطه شويه نضرت لو كاتع من الفوف وا طلبها مونجي بوكو غير شويه مسك غير ضاقت والله. ايوا بروح ناكلوها هذه لوطو راهي تعيط ساره هذا مش على تاع بالك هنا الطوبش ديرو كازوال اه واه هذا مش عارف تقدر وك هذا نروحو نجيبو كسمو بعد وغوتو نديرو كازوال. واصاي فوالا هذا البوش جديد بدات بسم الله. السلام عليكم. ها شت ها عاد الزيتون دوش الزيتون وا بونجور كنت في الحمد عندنا جابوا لها الماي ماشي هذوك كبار هذوك كبار هذوك يسلمك والله قطع عليها مزيه خلينا نقطعوا حدنا في الدار فوالا انا البنات انا رايح المرشي كنا رايح للدراع تفكرنا باللي كاين المرشي مش عارف انا ماما كاين العيد مي بون احنا في فرنسا المرشي كاين مش نشوف البلاد باش نبلع هاي بدي راح نشوف شويه في خوي بس كان برا برا راه راهي بكري راهي العشرة صافي ها رحنا جبنا يزيد قول لهم عيدك مبروك يزيد يا زابوني تاوعي عيدكم مبروك مجوب رحنا جبنا باش يفطر معانا هي كنت ندير شويه شليطه هي كنت نروح المرشي خير نشرو شويه فلفله باش ندير شويه شليطه مع الحار مش مع مع الاغروم ها شليطه بالغروم بالغروم واه يا جوج ديما غادي يضرب الشطه بالغرام اه يا زيد ضرب الشطه بالغرام يا زيد ديما الشطه ها اه وي هاي يقولوا كلمه بقبيليه قول لهم يا زيد الزول فله الزول فله واش ثانيك صح عيدكم قول صح عيدكم لا بالقبيليه صح عيدكم اه بقبيليه صح عيدكم داكوغ نحسبك اش عبد الله اه يا 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 نتحايب فيهم ليك طاغين شحال هذا مين انا وصلكم ليك طاغين لا حاجه بين فوق تاني اخ شباب عندك تاع البلاد تاع بلادنا جامي تقهوك تاع البلاد جامي راشي شريحه شابه في عبالك شريحه شابه في قالك شو قالك هذا بلا ثاني انا غسلت من الاخرى حار تاني شوف عاد لاف عن محمد خير شوف عن محمد خير ها هذا لا لا دي عاد اخر جينا عن محمد داري شو عليه ها محمد شو برضه بطل واه شو برضه طوب سر راشد
جينا عند محمد ها لي بوافون هاني لا ها لي بوافون عند محمد شوف البنات الشريطه دير فيه الشريطه شوف الله يبارك انتو هذوك ركاك خير في الشريطه جيب لينا الشريطه بهم لا هادو خير نو شنو الشريطه نديرو هادو خير كيشوف فلان دوخ انت اللي كيف قال كيشوف فلان دوخ غير شوف فلان تفكر الشليطه ديدي كاس صاحبي ديدين سيتا يعرف روحه يموت على الفلفله انت اللي بغي الفلفله تبغيها الشليطه نبغيها بالثوم مقليه نبغي الشليطه الثاني في الاغرم ديها غليظه رشيده باش كنا مليحه واه مليحه جوستومون جوستومون ديال الطوماط هذيك هي طوماط مليحه فوالا البنات هذه هي ماشي على هذا محمد اللي تخرجون تبارك الله على بنتي على بنتي نجي نمرشي اي راه هنايا جو القطر حبيبي جو وها بنت انا ها شنو ناس الزيتون بون عندنا تاع البلاد عندنا سبق لنا غير شويه قد يطرو يا كاكا قد يطرو هي تما هذاك تاع البلاد ما خليناه غير للشريطه زعما راه كي الدواء والله راه كي الدواء انا قلت نشو عند واحد يبيعه تما تبانيولي ما قلت معليش شويه كوغيا بصح اللي ما عندي الشريطه بزل زيت الزيتون تاع البلاد جاب لها صاحبه من تيزي وزو راح ندير به وكاين واحد اللي عاقله روح للمرشي سوريا كان عنده زيت الزيتون كيما تاع البلاد تاعنا تحسبوا تاع البلاد اي بصح اللي ما لقيتهش لا بروشين فوا ان شاء الله شوفوا البلاد درت حاله بالفلفله درنا حاله بالفلفله راه شفت درتي انا حاطيني انا حاطيني شوفوا انا شوفوا شوفوا هو حاكم بورصه وانا حاكمه بورصه 10 كيلو تاع فلفله هذه شريطه والله طينه والله العظيم شوفوا الحار له واحد البنات درت الاحمر وديت الاخر والفلفله درت هذه طويله جي غاي الشطه دي حلوه وديت هذه المكوره هكا فوالا ها شوف الى في دو بوش بون شينا كسموه هذا البطيخ فوالا الدلاع شوفوا عندكم البنات راح حط عينك الشريطه تخرج لنا مني تسمى راك على خاطر الفلفله وشويه فخوي دلاع البطيخ وشينا شويه نكتاغي ما كتشوفوش شينا شويه تاع الاخر وزيت الزيتون وزيت الزيتون حيت قدامي شريت فوالا هذه هي البنات انا اش راني نديروا البنات راح نغسلوا الفلفله وتنخرجوا من برا بالتيو ونغسلوها مليح ونشويها لا قلت نغسلوها ما قلتش نغرسوها نغسلوها مليح ومن بعد نشوها داكوغ بنات راكم معنا ان شاء الله هيا بسم الله وها البنات راح نشوف الفلفله بصح قبل راح نغسلوها ما جبتش كاع جبت غير النص هذا غير النص اللي شريناه فك دي لها رشك دير خلي لك نسيت فهم كالعسكر لا عندك غادي نغسلوها بالتيو معليش لا 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 ولا غادي نغسلوهم بس بروسادون خير لا معك بصح راك تخضيع في الوقت صبري ما صبري طلقه كيما هو الحار شوف الحار شتا شوف الحار شوف شوف عاود يخسرها كضبها بالاخر راح نشوها شوف راح نشويها في الاك سموه راح نشويها في الاك قولي على النار على الجمر ها قالك نديرو عشان نديرو الشريطه على الجمر هاهي روح نديرو الشريطه على الجمر راح ندير معاها اغروم ثاني ان شاء الله هاهي نغسلوها مليح مليح نشعل النار فوالا نجيبها لكم هنا الكراج خيط محلول فوالا البنات هنايا كما كنت تشوفوا راح نديروا اغروم خليت راشي تشعل النار برا باش باسكو بغا شريطة على الفلفل يشوي على بغيص يعني الجمر الوغ هنايا قلت له نتايا شعل النار دوك تشوفوا معايا دوك نخرجوا برا الجاردن البنات هنا راح ندير الاغروم البنات واغروم درتها معكم شي فترة في القناة هنا راح نديرها بالسميد المتوسط هنا راح نعبر عندي 3 بول تاع لاسوم مويان خاصني ارد بون عندي سامي ما عنديش الغونا مي سي با غاف ما عنديش فوالا ندير 3 وهنا راح ندير غير شويه فرينه نص بول ما تكثرش ندير غير شويه الزيتون هنايا
فوالا نكمله بالزيت. هنا راح ندير البنات، هنا راح ندير اللحظه كما قلنا حنا الحليب المجفف باش تجينا هذيك لا كوليكشر تاع الاغروم. الا كان عندك ما عندكش معليش ديري غير كاس على تاي تاع الحليب هكا تجيك حمراء وتجي شابه. فوالا ثلاث مغارف فوالا راح ندير السكر ثاني كيحمرها مام هذا يطلق بنا الشابه في المغرف سكر يطلق بنا الشابه في في الخبز تاعنا او الاغروم تاعنا. هنا راح ندير نص مغرف ولا مغرف صغيره تاع خميره تاع الخبز مغرف صغيره. فوالا نديرو الملح بيان سيغ نملحو زيت الزيت مع شويه زيت. هنايا راح نبسس كلشي البنات فوالا نطلع شويه الماء. فوالا هنا قلت لكم الكاميرا باش تشوفوا مليح. هنايا انا بسستها عندي الماء الماء نورمال ماشي حاميه. راح ندير الماء هنايا ونخلط الأغروم تاعنا بالشلاطه. شايف باباك شعل النار مازال المهم تحصلوا على العجينه متماسكه البنات. فوالا البنات شوفوا اللي مثل العجينه تاعي شوفوا تحصلوا على العجينه كيما هكا. فوالا هذه هي هنايا نقطعوها كيما هكا كيما راكم تشوفوا. فوالا مرة فوالا نبدا ندير فيها الزبده بصح هادي بغا تجي فيها الزبده هكا ناتشوغال. فوالا وهنايا راح نتلفها غير شويه ماشي نعجنوها 100% غير شويه هكا نتلفها نرطب العجينه باش يجينا الاغروم تاعنا يجينا رطب. فوالا شوفوا بالحال حتى فوق بلوط خارج باسكو غبلني. فوالا نطبو كيما هكا على سبب مزداش الما. شوفوا العجينه هاي نرطبها شويه. هنا راح نقسمها على ثلاثه بديت تخبز. فوالا كيما هكا نخليها تريح. هنايا تغطيها بطوخشو خليها تريح. فوالا عشر دقايق هذا مكان بنات شتي تخمر تريح عشر دقايق هذا مكان. راه معايا شوفو راه شتي يدير هيا في الشرطة شويه نقعدو ومن بعد نطيبوها. فوالا هاي منها نغطيها بطوخشو خليها تموت مع عشر دقايق ونطيبوها في الرحبه ان شاء الله. ها راهي شولنا في الفلفله خرجتها مليحه غتحرقها لنا شي وليدي هذه شويه هذا شوطته شوطته هذا راه اي ما تحرقها لنا شي وليدي دارها وجمع وباين نرقص قربتها 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 لا لا ما قربتهاش عندك ما قربتهاش هاي طيب هنا هذه هذه ها فوالا غير على الساعه بالك باسكو لا باغي على بالك بالخف طيب الفلفله شويه زيت لهنا شويه هذه لا ابغي فلفله باش ندقوها بالخف اللي كيغطب مليح انا غير حرق حرقها ليا رشيد هي على الحار ما تفهموش مال هذيك مين قلتي هذيك على الحرقه الحار ما تفهموش هذيك نشوطه لا لا ما زال باقي هنايا ما زال باقي شو دايره هنايا لا شرح هنا هنا كي العسكر كي العسكر متسد فينا هنايا قالوا بغا على الساعه توقف عليها عندك شو كاع كدارت لا بوتو كاع لي بالخف ياك واحد كاع بالخف صافا
انا خفت حتى تشوطها. اي بجيب لها طوماطين شويها. اي صاي ضرب الشليطه تاع بصح. اي نروحو نشوفو الخبز تاعنا ريح سيبون بليتو العجينه تاعنا الاغرم صح نخدمو دروك ان شاء الله بلاتها. روح معايا الكوزينه هذه هي. خلوه هو هنا يشوي الفله تاعها. دوها معكم روحي معاهم روحي. راني رايحه نديتهم الكوزينه. روحي نديتهم الكوزينه دوك النوع. تعالي جيبي لي غير بلا الله يخليك. صح صح صح. وهاي بغيت اللي خبزت وحده راهي طيب النار متوسطه طاجين حامي. دوك راه عندي وحده قدامكم توجور ندير السميد من التحت راكم تشوفوها من السميد. ندير السميد من التحت غير شويه هكا ماشي بزاف. فوالا دوك ندير وحده قدامكم البنات وترفدوها فاسيلمون فريمون تجي هايله. فوالا غير شويه هكا سميد فوالا ونخبزها نحلها رقيقه. هذه كتخاصتني البنات كتخاصتني هذه. راني فرحانه ماهي عندي شيت على هذيك كول دي زاد اللي خطره شتريها الصوارح عندها كاع صوارح تاع البلاد. فوالا نقرصها ندير لها الشكل الدائري نقلبها تاني. فوالا ويجي الشكل تاعها دائري. شو العجينه تساعفنا ماجيش مشقه يعني كي كطولها الزيت ومتعجنهاش مليح راهي تجي تشقق كي تحلوها بصح هكا لا العجينه تكون رطبه راهي تساعفكم تخي بيان. فوالا نقرصها مليح انا غير بيديا. تبغي ديرو حله ديرو حله انا غير بيديا نحلها نعطيها الشكل دائري. فوالا بنات انا البلاحه الاولى هذيك شفتوها معايا. فوالا بسم الله نفد هذه. فوالا بسم الله ونحطها في الطاجين ونسقمها هنا في الطاجين مع بعضها. الشكل دي كبيره شفت خبزه كبيره والاخرى كانت الشكل متوسطه. تشوف فوالا درت وحده شويه غليظه وحده رقيقه. هنا يجيب الفرشات ونطقها بها. شوفوا البنات شوفوا الشكل دائري يعني العجينه كي تكون مخدومه غايه ما تغابلكش. نطقبها فوالا بدات طابت سابو بسم الله. شوفوا كي تجي الخبز تاعنا على الكاميرا ما تبينش هاي كيما نشوف فيها هنايا نشوف فيها حمراء النار متوسطه. عندي هذه البنات هاكا تجيني كاع حمراء كيف كيف. شوفوا شوفوا راه نقي في الفلفله بلا ما بلا ما تشري لها شمام بابا تشري لها رشيده بلا ما. شوف راك ندقو دروك على بالك راك ندقو حضر بيه مارطو ودقيها. لا بالله هذاك المهرس على اللوح. سالي دنيا صافا مي دنيا. فوالا بنات هاو الاغروم تاعنا. شوفوا كي جا شو الطياب يجي طايب تخي بيان. مابغيش انايا هكا صفر نبغيها احمر كيما راكم تشوفوا ها وين. دوك نبغي تخليه يبرد ونقطعه وفوالا. فوالا بنات انا كملنا الشريطه خذ غير شويه الزيت وزد لها شويه الزيت الرشيد والحار وصاي ها هو الحليب كيف ايه. هيا سهل هيا دور طاب البنات. فوالا بنات هنايا لقيت نبغي شويه تاع ليكوت البارح شفيناهم كيما شفتو. فوالا مبغاش ليكوت نشوي مثل لا دينا مقليه في المقله في الزيت. فوالا وهنايا درت لهم سلاطه تاع البلاد ديغيكت خيار طماطيس بصل وزيتون دخل الزيت الزيتونه والملح خلط ايوا كملنا. فوالا ها هذه هي البنات نفطروا وصافي راكم معنا ان شاء الله. فوالا بنات نفطروا هنايا سي بون كي تاع الدخان وبريك ها الشريطه تاعنا وسلاطه ويعجبني كيما قال لك. هاك يا زيد دير يا زيد هيا بصحتك هيا يا زيد هيا البنات.